وعلى هامش مشاركة جلالته في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. Good morning, everybody, and it's a great honor to be with you. Our countries have a wonderful relationship together, but there has been a little strain, but there won't be strain with this administration. We're going to have a very, very long-term great relationship, and we look forward to it very much. Thank you. Many of the same things in common. Thank you. So thank you for being with us. We have a great relationship with the United States of America, which the President today presents it so greatly. For Bahrain, it's been 120 years of relations with America, and based on a very good foundation of mutual understanding and strategy that we all have worked with, led to a great stability in the region and prosperity. And I thank you, Mr. President. Thank you, Ron. Good morning, everybody, and it's a great honor to be with you. وقد رحب جلالة الملك المفدى بفخامة الرئيس ترامب مستعرضا جلالته المسار المتميز والمتقدم للعلاقات الاستراتيجية التاريخية القوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية التي تستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة في جميع المجالات وتقوم على قاعدة صلبة من الاحترام المتبادل والمصالح والقيم المشتركة، مؤكدا جلالته على عمق ومتانة علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والحرص على الدفع بهذه العلاقات قدما إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة. وأشاد جلالة الملك المفدى بالزيارة التاريخية المهمة التي يقوم بها فخامة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية ولقاءاته مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والإسلامية، وأثنى جلالته على الدور الأمريكي المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وبحضورها المؤثر فيها على المستويات كافة، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على العمل والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة وتطلعاتها إلى التنمية والأمن والسلام. فيما أشاد فخامة الرئيس الأمريكي بلقائه مع جلالة العاهل المفدى شاكرا لجلالته جهوده للارتقاء بعلاقات الشراكة بين البلدين، معربا فخامته عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق منها بالأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن البحرين شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بدور رئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والتقدم الذي تشهده مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى في إطار اهتمام قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في ظل توافق وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها أمن منطقة الخليج العربي. فقد أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الدفاعي، وتم الاتفاق على تمديد اتفاقية التعاون الدفاعي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد شكر جلالته فخامة الرئيس الأمريكي على دعم قواتنا المسلحة. وخلال الاجتماع تم التطرق إلى جملة من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.